العالم. اليوم حاعملكم فيديو الكل طلبوا مني ومن نارين ومن سدرة، وبالاخير انا هلا حاعملكم اياه، واللي هو جولة بغرفتي روم تور. سو انا هلا بغرفتي وحابة اعملكم جولة بغرفتي. انا اليوم ما رحت على المدرسة بس مشان اعمل هالفيديو، وكمان كنت شوي امبارح بالليل ما بعرف شو صار لي. انا قايمة وانا بلبس هجمتي، عملت هيك بس خلص وقفت قدام هالمراي عبعمل هيك، عملت هيك رجعت عملت هيك، ما لاقي الا بروح على تختي بعمل تشوب بطب على تختي. ما بعرف راسي تقل كتير وصرت انه انا عم بتشطح، عم بتخيل انه التخت عم بيدور، فما بعرف شو صار لي. واليوم ما قدرت افيد لانه ما كان لي خلق، يعني المدرسة صايرة بصراحة عن جد ما اعرف منين حبلش. يعني حبلش من عند الواجهة، من عند الباب اكيد. يلا تعمل. هذا هو باب غرفتنا. وهي الغرفة. سو أول ما بتفوتي في الباب، هذا هو الباب وهذيك الساعة هيك، فبتفوتي هون. المهم سو أول ما بتفوتي على الغرفة بتلاقي التخوت، هذاك تختي، هاد تخت سدرة، وهذاك أكيد تخت نارين اللي ما عليه شي واللي أبشع واحد. وجنب تخت سدرة في شافينورتين أو شو بتسموها، على الشافينورة في اثنين هدول لمبات، واحدة هنيكة واحدة هون. بصراحة أنا كتير حبيتهم. وصورة سدرة، وهي فيها شمعة مي حية، وهون في كاسة مكتوب I love biscuits، و تحطي فيها بسكوت وشوكولاتة وشاي. هدول نظاراتي اللي صايرة دايما ما بستعملهم غير للمدرسة، وسحابات كمان نفس الشيء بس ما في صورة نارين ولا صورة سدرة. سو في هاي وفي هاي اللمبة وسحابتين، وكمان بيجي هدول السداشتين الصغار بصراحة كتير حلوين، انا كتير بحبهم هيك، عشان تعطي كمان موديل. هيك شكلها هاي اللمبة، بصراحة كتير حلو. شوفوا نفوت لجوا، شوفوا اوكي. هيك بيجي شكلها، بصراحة انا دائما بلعب فيها هيك، هي بحبها. فعيدك اليسار وعلى ايدي اليسار هلا بيجي هون واللي هي المكتبة او اوكي شو بتسموها. سو في عنا هاي واللي مكتوب هي I am a باشا girl، وبيجي عندك هدول الوردات الحلوين اللي انا كثير بحبهم، وكاستين مكتوب عليها party queen وشمع. صراحة ريحتها بتعقد كثير حلوة. وهي بتذكر لما من شي 3 سنين بابا عملنا اياها له لسدرة. شوفوا انا وسدرة شو بدنا نعمل. سو هاي سدرة وهي انا، بما انه شعري من تحت اشقر مكتوب عليها سدرة وشيرين. وهي السلة فيها شواحن اللابتوب ولمبة. سو بنقعد بندرس هون، وهون شغلات للدراسة، وهذا الكرسي بنقعد عليه لما بدنا نكتب شيء او نعمل شيء. وفوق لهي بالضبط بيجي عنا اليوتيوب بلاي بوتنز، وهي اخذناها من تصوير الفيلم، يعني كهدية لما صورنا الفيلم اخذناها. وحلقنا هيك لمبات حلوة مشان يعطي ديكوريشن حلو، علقنا تنتين من اتيكيت الأضمولي اوكي. وهون الستوديو لامب. فهون كمان بيجوا، هي بتجي خزانتي التنتين. وهون في 4 خزانات، سو هدول لنارين وهدول تنتين لسدرة. ففي 6 خزانات بهالغرفة، وهون انا هلو. عايدك اليمين او عايد اليمين هلا هون. فبيجي كل شيء بتعلق بالمكياج وشغلات وعطورات، ولما نظبط حالنا يعني، فبنجي بنوقف هون. فعلى هاي الكوميدينا في عندكم هاي المراي، بصراحة أنا عشقانتها، بتجي مثل سناب شات. وجنبها بنحط عطورات، وهون في ساعات داني ويلينغتون، وهون بيجي فراشين لسه ما معبينهم لانه نوصي من سيجما كمان. سو حنعبيها هون. هاي مراي اكيد يعني شايفينها مراي هون. معلقين نحن
هذا القلب مكتوب love like you will never be hurt. و هون عنا فراشي. هدول بيجي مثل المعلقة، معلقة الأكل. وهون كمان عنا فراشي. وهلا بتجي الكوميدينا الكبيرة أو السحابات الكبيرة الطويلة. بصراحة شوفوا، ما بدكم انتو تشوفوا جواتها لأنه طلعوا كيف. هفرجيكم شوي يعني. بيجي شغلات الميك اب، شغلات الشعر، وهون ما بعرف شغلات شو، كل أرقيق. وهون بتروحي بتلاقي الشواكيت. هون عنا شواكيت ربيعية وشتوية. هون عنا بصراحة شنتايين عشانتا. وتحت الشي بتلاقوا في عنا شنتايتين. ما بعرف شنتاي هاي كانت هون نعلينا ختم على المدرسة. هي كل غرفتنا. سو بالادراج او بالسحابات اذا بدكم اعملكم فيديو شو فيهن، شو فيهم يعني. هلا هاي فيها مك، هاي فيها مكياج، هاي فيها شغلات شعر، هاي فيها هيك، هاي فيها هيك، هاي فيها هيك. سو اكتبوا لي تحت بخانة التعليقات اذا بدكم يعني اعملكم هيك نوع من الفيديو. فيا بصراحة ما بعرف، حبيت الفيديو شخصيا، فاتمنى انه انتم كمان تكونوا حبيتوا. وكمان كتبوا لي تحت تحت التعليقات، تحت تحت لانه عم فكر بتاخد دروانا تحت بخانة التعليقات إذا حبيتوا الغرفة. كمان أي نوع من الفيديوهات حابين إنه أعملكم. بصراحة أنا هدفي إنه نوصل للمليون هاي السنة. سكتوا لي تحت بخانة التعليقات أي فيديوهات أعملكم مشان أنتوا تحبوها كتير وندعم بعض. لا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا بالقناة بالضغط على سر السبسكرايب اللي هو الأحمر تحت، هو ما بتشوفوا. كمان تابعوا آخر فيديوهين أنا عملتهم، وتابعوا قناة سيدرا ونارين، هن تحت بصندوق الوصف. ما بعرف انا كثير مبسوطه اليوم، حابه اعمل كل شيء، حابه ارقص، حابه. هلا بدي اقول انه انا بحبكم كثير كثير كثير. باي.